في مشهد متكرر خلال المؤتمرات والفعاليات العالمية التي تشهد تجمع رؤساء وزعماء العالم، تجاهل كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل، بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال تجمع الرؤساء والزعماء في قمة برلين. لقطة تجاهل زعماء العالم للديكتاتور التركي لاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر، حيث سخر رواد هذه المواقع من هذه اللقطة ومن تجاهل زعماء بهذا الحجم للرئيس التركي لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا. دعونا خلال هذه الفقرة من الآن نتحدث عن سياسات أردوغان التي جعلته بدون حلفاء سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، هذا إضافة إلى المشاكل العالقة الآن بينه وبين أوروبا. وأناقش كل هذه النقاط مع ضيفي في الاستوديو السيد أسامة عبد العزيز، مدير تحرير جريدة الأهرام والكاتب المتخصص في الشأن التركي. سيد أسامة، أرحب بك إلى هذه الجولة. يعني بداية، كيف قرأت مشهد تجاهل هكذا قادة لأردوغان في محفل مثل مؤتمر برلين؟ أولا تحياتي ليك أستاذ إنجي والسادة المشاهدين. عايز يعني أؤكد على فكرة التجاهل اللي حظى به أردوغان في مؤتمر برلين، كان واضح جدا جدا. الحاجة التانية، لأنه أردوغان نفسه كان ينتوي أن يذهب بعملية ليبيا إلى روسيا ويتحكم فيها، وأن يكون كما قال إنه الحل الخاص بالأزمة الليبية يمر عبر تركيا، وكان مهتم جدا إلى إنه يقصي الاتحاد الأوروبي، وإنه دور الاتحاد الأوروبي في الأزمة الليبية يكون هامشيا مقابل إنه الدور التركي يكون هو الدور المركزي بالتحالف مع روسيا. هذا ما كان يتمناه أردوغان. القادة الأوروبيين أظن يعني لاحظوا هذا الأمر، ولهذا كان هذا التجاهل، لأن القادة في أوروبا وعلى رأسهم ماكرون الرئيس الفرنسي يعلم جيدا نوايا أردوغان في الأزمة الليبية، وإنه كل ما يطول أمد هذه الأزمة تتمكن تركيا من وضع أقدامها في ليبيا، ومن ثم تسير الأمور كما تشاء وكما ترغب. ماكرون كان يعني من الرؤساء المهتمين جدا في قمة برلين أن يواجه أردوغان على الملأ ويؤكد له مباشرة بشكل مباشر، ما فيهوش أي مواربة، على تركيا وعلى نظام أردوغان أن يتوقف عن إرسال الإرهابيين والدواعش والمناوئين إلى ليبيا من سوريا، لأنه طبعا هو يعلم أنه أردوغان يمتلك أو أسس شركة اسمها شركة سادات. هذه الشركة مهتمة أو تأسيسها في المقام الأول كان لتدريب الإرهابيين والدواعش على أن يتقدموا الصفوف في أي منطقة يحتاج أردوغان أن يضع قدمه فيها، ولهذا هذه الصورة كانت موحية جدا، كانت معبرة، كانت واضحة بالفعل. يعني اللي يقرأ أفكار أردوغان يتفهم أنه القادة في أوروبا كانوا على حق تماما حينما دخلوا بقوة على خط الأزمة الليبية وعقدوا مؤتمر برلين وخرجوا ببنود عددها 55 بندا. أعتقد أنه الأيام القادمة ستشهد الكثير في حلحلة الأزمة الليبية، إذا بشرط أنه الطرفين في ليبيا سواء حفتر أو السراج يمتثلوا إلى نداءات المجتمع الدولي ويتوافق على الحل السياسي.
طيب سننتقل إلى الأزمة الليبية، ولكن استوقفني أنك ذكرت اسم ماكرون أكثر من مرة أثناء حديثك أستاذ أسامة. يعني هنا يحضرني أن أسألك عن التراشق الذي حدث بين أردوغان وبين ماكرون فيما يتعلق بالناتو. كيف تقرأ موقف الناتو من أردوغان في ظل هذه الابتزازات المتواصلة؟ طيب خلينا نؤكد على حاجة أستاذ إنجي مهمة جدا. أردوغان بيستخدم الظروف الموجود فيها حلف الناتو وكذلك موقف أو انقسام الاتحاد الأوروبي فيما سبق أو من قبل، وكذلك ابتعاد الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي أو في هذا العام بالتحديد عن منطقة الشرق الأوسط، أو يعني مش عايز أقول ابتعاد أو يعني عدم اهتمام في الوقت الراهن، لأنه الإدارة الأمريكية طبعا بتغلق الملفات في عام الانتخابات. احنا عارفين السنة 2020 هيبقى في انتخابات رئاسية وبالتالي هي منشغلة. أيضا هناك مشاكل داخلية تواجه الإدارة الأمريكية، مسألة العزل والمحاكمة في الكونجرس، يعني كلها مسائل أردوغان ينتهز هذه الفرصة. أيضا نيجي لحلف الناتو. حلف الناتو طبعا ماكرون كان أكثر الرؤساء الأوروبيين حدة في مواجهة الأمر، يعني عضو حلف الناتو اللي هي تركيا وينتهج مثل هذه السياسات، إنه يذهب إلى روسيا ويتعامل مع الإدارة الروسية في شراء منظومة الأسلحة S-400 وهي خطيرة جدا بالنسبة للطائرات الأمريكية F-35 لنتكشف توجهات هذه الطائرات أثناء المعارك. أيضا ما ينتهج أردوغان من سياسات توسعية في منطقة الشرق الأوسط في شمال شرق سوريا وغيرها، ويحاول الآن في ليبيا. كل هذا كان واضحا أمام الرئيس الفرنسي ماكرون، واللي وجه اتهام واضح لحلف الناتو انه مات سريريا تقريبا، ده المعنى اللي قاله على ما اتذكر، لانه تسمح لتركيا بهذه الامور. وايضا يعني تركيا تستخدم ورقتين لابتزاز الاتحاد الاوروبي. صحيح. من ناحيه التقارب مع روسيا، ومن ناحيه مساله اغراق اوروبا باللاجئين. صحيح. الان هو يفتح بوابتين لاغراق اوروبا باللاجئين ليبيا وسوريا، كيف سيتعامل الاتحاد الاوروبي مع هاتين الورقتين؟ يعني الاتحاد الاوروبي انا لاول مره منذ فتره طويله طبعا ألاحظ اهتمامه الشديد بمواجهة ما تفعله تركيا في الأزمة الليبية ومسألة اللاجئين، لأنه هددهم صراحة بوضوع أنه هيفتح الأبواب أمام اللاجئين للذهاب إلى أوروبا أيضا، وكذلك الأمر في ليبيا لما وجه تحذير واضح جدا. يعني أردوغان يعني يتوقع انه قوة عظمى يمكن ان يواجه الاتحاد الاوروبي، وجه تحذير شديد اللهجة الى الاتحاد الاوروبي في مسألة الازمة الليبية، وانه السلام او تحقيق الاستقرار في ليبيا لن يمر الا عبر تركيا. هذه امور تجعل القادة الاوروبيين لاول مرة يجتمعوا على مواجهة اردوغان، واعتقد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العقوبات او فرض عقوبات صارمة على الادارة التركية. صحيح هم عملوا من قبل بعض العقوبات ولكنها كانت هامشية غير مؤثرة، لكن اعتقد اذا تمادى اردوغان في الازمة الليبية تحديدا وسياساته التوسعية، الاتحاد الاوروبي عاونوا مع الأمم المتحدة هيوصلوا لصياغة ما لوقف أردوغان
عند حده في المرحلة المقبلة. ربما العلاقات أو ربما العقوبات الاقتصادية ستكون الأكثر جدوى، يعني صحيح. تركيا اقتصادها ليس نفطيا مثل إيران على سبيل المثال، صحيح. تركيا ستتأثر بشكل كبير بهذه العقوبات الاقتصادية. تمام. طيب دعنا ننتقل أستاذ أسامة إلى الداخل التركي والاقتصاد التركي على وجه التحديد. يعني هناك الآن نقطة غاية في الأهمية هي يعني معاهدة لوزان، يمكن أن نقول أنها يعني سحبت من تركيا جميع مصادر الطاقة. الآن صحيح. تركيا تواجه أزمة حقيقية في مسألة الطاقة، كيف يمكن أن تترجم تحركات أردوغان يعني للشعب التركي في هذا الصدد؟ شوفي، طبعا الأزمة الاقتصادية في تركيا يعني واضحة جدا في تراجع في كل مؤشرات الأداء الاقتصادي. الخبراء، التقارير الدولية تؤكد على أن تركيا أمامها طريق طويل حتى تستطيع أن تحيي آمال إنعاش الاقتصاد في تركيا. يعني موازنة 2020 العجز فيها 123 مليار ليرة، وهذا أمر غير مسبوق. ده نتيجة السياسات الاقتصادية اللي انتهجها رجب طيب أردوغان وحزبه، حزب العدالة والتنمية أيضا، أنه تصل المؤشرات الاقتصادية إلى هذه الحدود. الدنيا البطالة بترتفع إلى أكثر من 14%، يعني هناك مليون عاطل في عام 2019 انضموا إلى طابور العاطلين. وكانت هذه يعني قفزة في المؤشرات في وقت قصير للغاية. طيب فيما يتعلق بالموارد المائية، هناك نقطة الآن يعني المجتمع التركي كله يعني قائم عليها، وهي قناة إسطنبول. صحيح. التي ستعرض بحيرة تيركوس للخطر، ستعرض سد سازليدير للخطر، وهي موارد هامة مائية. يعني لماذا تصر حكومة أردوغان على المضي قدما في هذا المشروع؟ أردوغان يعني يؤكد على أنه الإجراءات اللي بياخدها هو متورط في بعض الأمور. الأراضي الشاسعة حول القناة المزمع اللي ينشأها تم هناك تسريبات واضحة تشير إلى أنه باع هذه الأراضي اللي هي حول القناة لقطر، وبالتحديد زوجة أمير قطر السابق ووالدة تميم، أيضا باعها لبعض الشركات الأجنبية. ولهذا هو لا يعي ولا يهمه الاعتراضات اللي بتقام أو المعارضة بتسيرها. وهناك أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول رافض تماما لهذه القناة لأنه ليها تأثيرات بيئية رهيبة. أيضا هي تقع في منطقة زلازل، يعني هناك تخوفات. أكرم إمام أوغلو رغم معارضته الشديدة للأمر إلا أنه بيقول مش معقول شخص واحد فقط، يعني وهو أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول، يقدر يمنع. لكنه أيضا في المقابل لا يمكن أنه يكون شخص زي رجب أردوغان هو وحده له الحق في إنشاء هذه القناة. علينا أن نعود إلى الاستفتاء حول هذا الأمر، هل الشعب في إسطنبول يقبل هذا الأمر أو لا يقبله؟ إلى جانب أنه من يضع السياسات عليه أن يهتم بآراء النخبة والرأي العام في تركيا، ولكن أردوغان لا يهتم بكل هذه الأمور للأسف الشديد. هو لديه توجه واضح رغم الأزمة الاقتصادية الشنيعة اللي بتواجهها تركيا، إلا أن هذه القناة تحتاج إلى 16 مليار دولار للإنفاق عليها. لكنه أردوغان طبعا اللي احتل قطر مع الأسف الشديد، طبعا هو عارف التمويل هيجيله منين بالضغط على إدارة قطر إن هي تمول المشروعات الضخمة اللي أردوغان بيفكر فيها.
طيب على ذكر أكرم إمام أوغلو، يعني إلى أي مدى يمكن للشخصيات العامة السياسية على سبيل المثال منصور يواش، أيضا إدريس نعيم شاهين، أحمد داوود أوغلو وما إلى ذلك، إلى أي مدى يمكن أن يلعب يعني هؤلاء الأشخاص دورا ربما أكثر فعالية بالضغط على حكومة أردوغان في هذا الصدد؟ شوفي طبعا خلينا نقول أنه الأحزاب التركية إذا حصل بينها نوع من أنواع التحالف لأحزاب المعارضة يمكنها في هذه اللحظة إسقاط أردوغان في انتخابات 2023 اللي هي الانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن إذا ما حصلش هذا التحالف أعتقد أنه فرص المعارضة هتكون يعني متساوية وإن كانت أقل من حزب العدالة والتنمية في الحصول على نسبة 50% زائد واحد حتى يزيلوا أردوغان. لكن التحالف كما حدث في الانتخابات البلدية أسقطت رموز مهمة جدا من حزب العدالة والتنمية، يعني الشاب أكرم إمام أوغلو اللي هو بات المنافس الأقرب إلى أردوغان، لأنه أردوغان قال اللي يحكم إسطنبول يحكم تركيا. النهاردة سقط ممثل حزب أردوغان وهو رئيس وزراء تركيا علي يلدرم في مواجهة الشاب أكرم إمام أغلو. وأيضا هناك مؤشر غاية في الأهمية أستاذ أسامة، يعني فقد هذا الحزب معاقل حتى شعبية لدعمه مثل بيوكشهير ومثل منطقة الفاتح، يعني هذا مؤشر صحيح. غاية في الأهمية، مؤشر مهم. ولكن أردوغان يتبع منذ ذلك الحين ربما أسلوبا من يعني سحب الصلاحيات بشكل أو بآخر، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على المعادلة؟ يعني خلينا نقول بس نؤكد على أن التحالف بين أحزاب المعارضة هو السبيل الأكبر أو الأهم في إقصاء أردوغان ويعني قصفه إلى مزبلة التاريخ. لكن أيضا هناك مؤشرات مهمة جدا، انسحاب نحو 800 ألف عضو حزب العدالة والتنمية خلال الفترة الماضية، هذا مؤشر مهم. ايضا الانشقاقات اللي بتتم حزب العداله والتنميه لما احمد داوود اوغلو يخرج من هذا الحزب ويقدم استقالته ويكون حزب جديد هو حزب المستقبل. ايضا علي باباجان مهندس الاقتصاد التركي المعروف لما يخرج من الحزب وينتوي تدشين حزبه كما قال قريبا جدا، هذه أمور تؤشر على أنه أردوغان فقد شعبية كبيرة أو جزء كبير جدا من ثقة الناخب التركي. وأعتقد أنه 2023 يكون مهمة، شرط أنه يكون هناك تحالفات بين أحزاب المعارضة. لكن البعض يعول على أحمد داوود أوغلو أنه ممكن يحقق الانتصار الكبير، اعتقد انه هذا امر غير صحيح. احمد داوود اوغلو ممكن يسحب من رصيد حزب العداله والتنميه جزء، لكنه يواجه اتهامات من الناخب التركي لانه دائما يعني البعض نفس الخلفيه الفكريه ربما بشكل او باخر، يعني نفس الخلفيه ده واحد. اثنين انه بيقولوا له انت يعني صمتت كثيرا، أنت عشت مع أردوغان كثيرا واتخذت هذه السياسات مع رجب طيب أردوغان ولم تعترض عليها وقت أن كنت رئيسا للحكومة، لم تعترض عليها ولم تواجه أردوغان، إنما صمت كثيرا جدا وحينما فاض بك الكيل اضطررت إلى الكلام، كلامك متأخر. لكن الرهان على علي باباجان وحزبه الجديد اللي هيكون لشأن، لأنه علي باباجان شخصية اقتصادية يعني حظيت بثقة الشعب التركي، حقق نجاحات مبهرة حينما كان وزيرا للاقتصاد في تركيا. أظن أنه السبيل الأكبر إلى تحالفات الأحزاب المختلفة. طيب ما فرص
هذه التحالفات، خاصة أننا نتحدث عن ربما خلفيات فكرية مختلفة، خلفيات صحيح. أيديولوجية مختلفة طبعا. يعني هل يمكن أن يحدث ذلك بالفعل؟ مؤكد إذا حصل التحالف بين أحزاب المعارضة أو نسبة منها، من المؤكد أن شعبية أردوغان ستتوارى بالتأكيد إذا هذا التحالف اكتمل. من المؤكد أنه أحزاب المعارضة هيكون لها دور فاعل وهتحقق نجاح باهر أمام أردوغان، وهو ما حدث في الانتخابات البلدية، وشفنا أكرم إمام أغلو عمدة لإسطنبول، وشفنا عمدة أنقرة وعمدة البلاد أو المناطق الرئيسية في تركيا حققت هذه النجاحات. شعبية أردوغان تتراجع يوم بعد يوم. شوفي التقرير اللي كشف عنه بالأمس نورديك مونيتور أظن كاشف وواضح أنه هذا الشخص شخص له علاقات واضحة جدا بتنظيمي القاعدة وداعش منذ عام 2012. التقرير ده كاشف لأمور غاية في الأهمية، بالتأكيد ستسحب من رصيد أردوغان بأنه تفاصيل هذا التقرير الحقيقة مخزية. يعني شفنا التعامل بتاعه مع بن علي في ليبيا واضح جدا من 2012، وهم اللي كانوا على علاقة جيدة بالمستشارين بمستشاري أردوغان، وكانوا يقوموا بنقل المسلحين الليبيين إلى سوريا. النهاردة بيحصل العكس لأنه في علاقات واضحة منذ 2012 مع الإرهابيين أو تنظيم القاعدة وتنظيم داعش المنطقة. أظني أو التقرير واضح جدا لدرجة أنه التقرير أكد على أنه هيئة الإغاثة في تركيا وهي أداة للاستخبارات التركية كانت تتعامل مع التنظيمين في وقت مهم جدا، لدرجة أنه أردوغان في 2014 حينما استشعر الخطر من هذا الأمر أصدر أوامره بوقف التحقيقات في هذه القضية، ولاحقا قام بفصل أعضاء الشرطة اللي كانوا بيحققوا في هذا الأمر. كل هذه طيب حتى يكون بس المشاهد يعني ملم بما نتحدث عنه، نتحدث عن تقرير أصدره يعني نورديك مونيتور بوثائق تم تسريبها، يعني تكشف ربما علاقة أردوغان بتنظيمات القاعدة وداعش الإرهابيين. طيب إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على شعبية أردوغان في الداخل، أم أن الشعب التركي ربما لا يكترث لهذه النقاط، يكترث فقط للنقاط الاقتصادية؟ شوفي يعني احنا بنصدم الشعب التركي. الشعب التركي يعلم جيدا النهاردة انه شعبية اردوغان بتتراجع نتيجة انه هم باتوا غير مقتنعين بسياساته على الصعيد الداخلي اللي ادت الى انهيار الاقتصاد التركي بشكل مفجع بالنسبة للأتراك، لأنه شفنا حالات انتحارات واضحة جدا، أسر بالكامل بتنتحر نتيجة أنه الأوضاع الاقتصادية باتت صعبة جدا جدا. القوى الشرائية في تركيا تراجعت بشكل رهيب. المواطن التركي النهاردة يعاني معاناة شديدة جدا للأوضاع الاقتصادية. حينما يكتشف أنه انهيار الوضع الاقتصادي كان سببه أردوغان نفسه لعلاقاته مع التنظيمات الإرهابية كالقاعدة من قبل وداعش والإنفاق عليها، لأنه هيتم الإنفاق منين؟ ما هو من الموارد الاقتصادية اللي المفروض أنها تدخل الخزانة التركية للإنفاق على المواطن حتى يشعر بالرفاهية والحياة الاقتصادية الطبيعية. لكن للأسف وفي يعني أيضا في مسألة حالات الانتحار أستاذ أسامة، كانت هناك أيضا عدد لا بأس به من حالات الانتحار نتيجة العنصرية خاصة في صفوف الأكراد، يعني الأكراد يشكلون ما يقرب من ربع 20% من عدد سكان تركيا. طيب يعني هل
تؤثر بشكل أو بآخر تحركات أردوغان ضد معارضيه أو ربما المنشقين عن حزبه، مثل ما فعل مع جامعة إسطنبول الشهير اللي أحمد داود أغلو أغلقها صحيح. وما إلى ذلك، يعني إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على شعبيته يعني في هذا التوقيت؟ من المؤكد أنها تؤثر على شعبيته، وأنا دايما عندي مثال الانتخابات البلدية اللي تمت في شهر 6 الماضي، في شهر مارس قبلها طبعا ثم اعادتها مرة اخرى بالنسبة لإسطنبول في شهر 6. دايما ده مضرب الامثال عندي، انه اردوغان شعبيته بتتراجع، هو يعي ذلك جيدا. في اصوات داخل حزب العدالة والتنمية النهاردة بتطالب بانهم يعملوا دراسة لان تكون نسب النجاح في الانتخابات القادمة ليس 50% زائد واحد، إنما تكون 40% زائد واحد. في أصوات حزب العدالة والتنمية بتطالب، ده دليل على أنهم يعلموا جيدا أن هناك تراجع واضح في شعبية الحزب. أيضا أردوغان يعلم ذلك جيدا، ولذلك هو يهرب إلى الأمام، يقفز إلى الأمام بأنه يخرج إلى الخارج، يحاول أن يحقق أي مكاسب في معاركه الوهمية اللي بيقوم بها، سواء دخوله إلى شمال شرق سوريا وكذلك ما يفعله في شرق المتوسط، واعتداءاته الرهيبة على أنه يفكر في التنقيب عن الغاز أمام سواحل قبرص بحجة الجرف القاري، وأنه شمال قبرص هي تابعة لتركيا ولم تعترف بها أي دولة في العالم إلا تركيا فقط. وهذا أمر يعني هو ما لدوش يعني أي شرعية في هذا الأمر، ومع هذا بعت السفن للتنقيب ومحمية طبعا بالسفن الحربية أمام سواحل قبرص. هو يفكر كذلك في السواحل الليبية. الاتفاق اللي عمله مع فايز السراج للأسف هو يتخذ مطية إلى أنه يدخل إلى ليبيا ويتموقع فيها ويفكر في إنشاء قاعدة عسكرية كما فعل في قطر. هذه أمور كلها تؤكد أنه أردوغان يعلم أن شعبيته بالداخل بتنهار بتتراجع، ولهذا هو يفكر في تحقيق انتصارات خارجية يغطي بها على فشله في الداخل. هذه الانتصارات المزعومة إذا حققها هو يفكر في أنه تعيد له مرة أخرى الثقة في الداخل التركي، لكنها للأسف ثقة مفقودة بالتأكيد. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي السيد أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي على هذه المقابلة وعلى كل هذه التفاصيل. أنا المشكر جدا نيجي، وسعيد بلقائك، وتحياتي ليك وللسادة المشاهدين. مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل ونعود إليكم بعد قليل.